الترفيه والاستكشاف والسياحة ليس مقتصر أبدا على السفر خارج المملكة، بل أيضا داخل المملكة هناك الكثير من الأماكن السياحية اللي ممكن ننبسط فيها ونغير جو فيها، ويمكن كثير مننا ما يعرفها وراح نتعرف عليها أكيد اليوم. والسياحة على مدار الأزمان دائما بتختلف من شخص لآخر، خصوصا إذا أصبح في فروق وفي تنظيمات محددة لهذه الرحلات الاستكشافية والرحلات اللي الواحد بيستمتع فيها وبيغير فيها جو. كل شخص بيحاول يظهر هذه الاكتشافات من منظوره، وأيضا كل فريق بطريقة استكشاف. حنعرف أكثر مع فريق الاستكشافي اليوم، فريق الرحلات السياحية. معنا حسام رجب قائد الفريق، وأيضا عصام محمد عضو في هذا الفريق. حياكم معنا في ساعة شباب. مشرفين اليوم. في رحلات يعني حتاخذونا معاكم لازم. طب نبي نعرف بس بداية، قبل ما نسأل أي حاجة عن الفريق، نبي نعرف، خلينا أسألك حسام، كيف تكونت علاقتكم بالرحلات الاستكشافيه؟ هل كنتوا سوا اصحاب تطلعوا وبعد كده تكونت، ولا ايش صار بالضبط؟ طيب نحن في البدايه كنا عندنا شغف بنستكشف اشياء جديده، فكنا نطلع مع بعض نشوف ايش الجبل الفلاني خلينا نروح نستكشفه، ايش المنطقه اللي فيها مسطحات مائيه خلينا نروح نستكشفها. فمن هذا المنطلق تكون عندنا الشغف ده. اوكي حلو. بعد كده طورنا، قلنا خلينا نخليها بدل انه هو استكشاف وهوايه خلينا نخليها تجاريه، وصار مشروع. وصار مشروع حلو. طب نبي نعرف ايضا عصام، ايش نوعيه الخدمات والانشطه اللي بتقدموها سواء للعائلات او للافراد، وهل تختلف عن بعض ولا لا؟ هي مجملا عباره عن هوايه ورياضه، فهي تستهدف كل المجتمع، ما لها علاقه بفرد معين. منها الهايكينج، الدايفينج، الرياضات البحريه بمختلف انواعها، الرياضات البريه من تطعيس، من كامبينج، وزي ما قلت الهايكنج. الخطه المستقبليه حيكون حنضيف عليها الخيول ان شاء الله. الله حلو. هدفنا انه ننمي هذه الهوايات، لانه لو تعرفي من زمان اغلب الشباب تسالني وش هوايتك، يقول لك فوتبول بس، كره قدم بس. فدحين الهوايات هذه بدات تتنمى وبدا يصير لها قبول اكثر في المجتمع. فاحنا بنحاول انه نسوي الجروبات هذه عشان ننمي الهوايه هذه ونخلي الناس تستفيد معنا. طبعا كل اكتيفيتي او كل حاجه بتعملوها على حسب المكان اللي بتروحوه. مزبوط. ويتم التنسيق لها. مزبوط. طب خلينا نعرف الاجراءات اللي بتتخذ قبل اي رحله سياحيه بتطلع، هو حساب ايش بتسووه او ايش الامور اللي بتاخذوها بعين الاعتبار؟ طيب احنا قبل اي رحله بنسويها بنجلس بنشوف ايش المناطق اللي نحن ممكن نزورها الاسبوع هذا. حلو. بنروح نخطط وبنجلس مع بعض نسوي زي ورشه عمل صغيره ما بيننا وما بين الجروب اللي انا بعتمد عليه صراحه. عشان تختاروا المكان. مزبوط. على اي اساس تختاروا المكان؟ بنختار المكان تقريبا نحن على حسب المواسم، لانه انت عارف السعوديه عندنا هنا موسمين. اوكي. موسم برد وموسم حر. موسم حر وموسم حار قصدك؟ لا نحن بالنسبه لنا عندنا موسم برد. يعني في اماكن مزبوط. فموسم البرد لها رياضاتها ولها الاكتيفيتيز حقتها، وبالنسبه للموسم الحار لها رياضاتها برضه ولها الاكتيفيتيز حقتها. فنجلس نخطط على هذا الاساس، بعد كذا نبدا نسوي الاجريمنت مع اكثر من جهه متخصصه في الشيء ده، اوكي، وعندهم سيرتيفيكيت وهم سيرتيفايد في المواضيع هذه. بعد كذا بعد ما نسوي الاجريمنت نبدا يلا نخطط على الرحله دي. يلا بسم الله. حلو. حبيت الفكره. طبعا عصام بالنسبه لك يعني كعضو في هذا الفريق، في الكثير من الفرق الرحلات السياحيه وتنظيم الرحلات السياحيه ظهرت الفتره الاخيره، نبي نعرف ايش اللي يميزكم عن باقي هذه الفرق. شيئين اقدر اقولهم، الشيء الاول زي ما قال الاخ حسام اللي هو مرجعيتنا، انه احنا ما هي مساله تنظيم رحله وبس، لازم نكون تكون مرجعيتنا لمؤسسات وهيئات سيرتيفايد عشان نضمن الخدمه اللي بنقدمها. الميزه الثانيه اللي احنا ما بنعتمد انه احنا بس نبي نشتغل لوحدنا، احنا كفريق نحب نتعامل مع الفرق الثانيه، يعني ما عندنا اي مشكله انه احنا نروح مع فريق ثاني متخصص في نفس الاكتيفيتي اللي احنا بنسويه، ويصير تعاون متبادل ومشترك ونقدم الخدمه في النهايه. جميل. ودائما هي العمل السياحي الاثار بتكون في يعني مرجع لكم كرزنامة او كفعاليات تختاروها. أكيد. وهذا شيء اعتقد الناس حتى تطلع عليه ويكون عندهم خبره او خلفيه ترى الاماكن اللي حيروحوها. مزبوط. طيب بالنسبه للمعالم اللي زرتوها، ايش ابرز الاماكن اللي عشان الناس تقول يعني احنا ما عندنا او ما نعرف، مع انه في كثير من الاماكن اللي الواحد بيستمتع فيها حقيقه يقول هذه في السعوديه معقول؟ صحيح. فما يعني بننصدم بنشوفها في الصور بس في الصور. فايش ابرز الاماكن اللي رحتوها وكان فيها اماكن جيده؟ صراحه من ابرز الاماكن اللي انا مره حبيتها
مدائن صالح، زرناها في ديسمبر طبعا اللي فات. الجو كان مره جميل، كان فوق الشتاء. ايوه يعني تقريبا درجه الحراره بتكون 8-5، جدا الجو مره جميل. سبحان الله كيف طريقه النحت على الصخر اللي صار، يعني انا ما ممكن اتكلم دحين ساعتين بس ما اقدر اوصف اللي بتلاقيه جماليات المكان. انك تكون موجود في الحدث وتشوف مزبط. كل الاشياء الموجوده مزبط. صراحة يعني نحن لازم ناخذ طراد عشان نغير نظرة الحر حر، عارف نوريه البرد عندنا كان لابد. صح؟ لابد. على فكرة أنا عايش معكم في السعودية أعرف. لا بس أنت ما تعترف إنه في موسم برد، بالعكس يعني روح الشمال تشوف البرد كان. أعرف أعرف إنه في، بس البرد برد عندي اللي يصفق اللي هو والله الهواء. أوكي ممكن في أماكن، لأن أنا ما أطلع برا جدة كثير فذاتس أيوه يختلف، لكن يبغى لنا والله على قولك يطلع وأشوف كيف. فعلا على قولك منيرة صح صادقة. طيب ايش في كمان مدائن صالح اكثر شيء رحتوها؟ لا رحنا اكثر من مكان، رحنا الشفا، رحنا مدائن صالح، رحنا الباحه، رحنا اوديا بنروح هذا الباحه جميله جميله في الزراعه اللي هناك والخضار شيء رائع الجنة. مو بس كذا يعني الشواطئ اتوقع شفنا كثير من الشواطئ هذه، انا نفسي اعرف فين، انا اعشق البحر. هذه الشواطئ ما نشوفها. لا هذا مو شاطئ، هذا يعتبر سد وادي رابغ، هذا اعظم استكشاف. انا يعني حسيت انه في كذا شويه اكسايتنج كذا، عارف. طب ثبتوا المكان على ثبتنا المكان عشان يعني نرجع له بعد، ونحن بس خليناها ما بيننا، عارفه انه عشان لو تبي تروح المكان تروح معنا. حلو. طيب بالنسبه لكم عصام نبي نعرف يعني طلعتوا الرحله وايضا وصلتوا للمنطقه كمنظم رحله سياحيه، كلمنا عن الخطوات المتبقيه لتكون رحله متكامله. دائما احنا نكون حريصين نتبع خطط معينه، نتاكد من سلامه كل اللي مشترك معنا. يعني اول شيء اول ما نبدا هناك ننزل نعمل اتندنس، نشوف كل المسجلين كلهم حضور كلهم موجودين. بعدين نبدا في توزيع المهام ككائد فريق، كفريق متكامل، من مسؤول عن السلامه، من مرجعيتنا لو احتجنا كوميونيكيشن، الفريق يمشي من فين، يبدا من فين، ينتهي من فين. كل البروسيس هذا لازم يكون ويل بلاند عشان في النهايه نضمن انه كل اللي مشتركين معانا حيشتركوا معانا في اكثر من اكتيفيتي. حلو جميل جدا. حسام انا بسالك على حاجه جدا مهمه وقتي، لكن قبل كذا عبد الاله كيف بيساعدكم؟ صراحه عبد الاله يعني هذا شيء ثاني، بيدي مجهود يعتبر او ايش؟ والله بيدي مجهود. انا جاني اتصال قبل الهواء قال لي شوف. لا والله بيدي مجهود ما شاء الله تبارك الله عليه، يعني دائما في فعال في افكاره، فعال في انتاجه بالنسبه لل في السايت نفسه. لما بنكون هناك بيدينا كرياتيف ايدياز ما شاء الله عليه يعني. كويس احنا نوجه له تحيه، بس هذا عشان طلب منه قبل الهواء كلمني. ابغى اسالك على حاجه مره مهمه، 2020 و2030 من اهم الوقفات في حياتنا احنا في المملكه العربيه السعوديه عشان نتطور وعشان نعطي المملكه زي ما اعطتنا سنين راحت كثير. وانتم ايضا لكم يعني لابد في مجهود، لانه الناس تبغى السياحه من اهم اللي حيكون فيه لها مدخول جيد وحتدعموا البلد في هذه بهذا المشروع. ايش خططكم المستقبليه لهذه النقطتين؟ انا صراحه بالنسبه للمخطط حقي كفريق انه بنكون من الركائز اللي تعتمد عليها هيئه السياحه والترفيه، في انه نحن بنكون بننشر الوعي للناس بالنسبه للسياحه الداخليه. ترى في عندنا يا جماعه الخير في عندنا مناطق الناس ما يمكن ما عليها تسليط اعلامي، بس ما شاء الله ترى في عندنا اماكن ما حد عارفها، ارجعوا معنا تعالوا شوفوا تفرجوا. حلو يعني دوركم في الترغيب اكثر مزبط. كمان الان والله مسؤوليه هذه. حسام رجب وعصام محمد نشكركم على تواجدكم اليوم معنا، ولازم توعدونا برحله. لا لازم بريه ولا بحريه؟ لا اللي تبغوه. حلو يعني حسب نحن شغالين نقول لك قاعدين نقول حر برد، بما انه داخلين على الشتاء فنخليها برد وكشتة وكذا. مضبوط. شكرا لكم. الله يعطيكم العافيه، شرفتونا نورتونا ومترقبين كل جديد حقيقه. نشكركم على فكرتكم ومشروعكم وايضا افكاركم ومشاريعكم موجوده لسه معنا الايام الجايه، حنعرف كثير عن مستجدات وايضا مفاجات من الشباب. بس قبل هذا كله عندنا بعد الفاصل فقره اخبار، ونسيب الواتساب على جنب وناخذ الصدقي على قولهم. راجعين.